اروح معاكم للجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وزي ما انفردت معاكم الجمعيه العموميه للنادي الاهلي فوضت مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب في جدول الاعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني. الدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أعلن بعد انتهاء الوقت عن حضور 3982 عضو فقط من أعضاء الجمعية العمومية، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 5000 عضو لاكتمال انعقاد الجمعية العمومية، وده أنا أكدت عليه وقلت لكم عليه. يعني المعارضة فشلت في أن تكمل الجمعية العمومية وتصل إلى النصاب القانوني، وبالتبعية تم الإعلان عن تفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال. الكابتن محمود الخطيب النهاردة في الجمعية العمومية أن نعتز بثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، ونتوجه لهم بالشكر على تلك الثقة، ومجلس الإدارة يمضي قدما نحو مزيد من النجاحات والإنجازات التي تليق بالنادي الأهلي. ويمكن معايا صور للجمعية العمومية أهي، بعض الصور اهي معايا، الجمعية العمومية للنادي الأهلي اهي بعض الصور معايا اهو، العامري فاروق والدكتور محمد، دكتور سعد شلبي في الجمعية العمومية، شايف الرقي، شايف الرقي، شايف، شايف الرقي، بص في شوفك بعينك وشوف الرقي، عشان الناس اللي بتقول لك عبد الناصر بيدافع عن الاهلي، لان ده العالم كله لما يتناقل وتفتخر ان عندك النادي الاهلي في كل شيء. محمد سراج الدين اهو، تفتخر ان عندك في مصر الاهلي. الكابتن محمود الخطيب، انت تفتخر ان عندك الاهلي. شايف؟ شفتش حد ضرب حد؟ شفتش حد سب حد؟ شفتش حد قال انا عملت لكم النادي؟ يالا انت وهو يالا. شفتش حد قال الناس كانت بتتبول في تحت الشجره؟ شفتش حد قال لك القرود فوق الشجره؟ شفتش حد قال اي حاجه في اي حاجه؟ قيمه النادي من قيمه تاريخه ومن يديره هم اشخاص يتناوبون عليه عبر التاريخ. فالعظمه انك انت تأدي دورك في الوقت اللي انت جيت فيه بالشكل الذي يحترمك من خلاله التاريخ لما تمشيه.